أهلا أعزائي المشاهدين، أحييكم من كفر نحوم وطن المسيح الثاني. إحنا بنعرف إنه يسوع ترك الناصرة وجاء سكن في هذه المنطقة حول بحيرة طبرية، سكن في كفر نحوم اللي شهدت أكثر معجزاته وأكثر تعاليمه، كان يجول في هذه المنطقة. وأنا موجود في مجمع اليهود القديم من أيام المسيح، اللي هو أصلاً موجود على المجمع الأصلي، الحجارة بتاعته حجارة بازلتية، وهي الحجارة اللي شايفينها البيضة. المجمع بعود تاريخه للقرن الخامس الميلادي. في هذه الحلقة رح أعطي خلفية عن تعليم يسوع في هذه المناطق حول بحيرة طبرية. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. هذه المنطقة كانت محببة على قلب يسوع المسيح بعد ما ترك الناصري. كان ساكن في كفر نحوم وكان بعلم حول هذه المناطق. كفر نحوم واحدة من المدن الرئيسية اللي كان ساكن فيها متى كاتب هذه البشارة، اللي بيتكلم عن العزة عن الجبل، تعليم يسوع المسيح. وكمان بطرس وعائلته يوحنا كانوا ساكنين ويزوروا في هذه المنطقة. يسوع شفى حمات بطرس، بيت بطرس خلفي وين الكنيسة، وهذا المجمع وين كان يسوع بعلم. يسوع كان بيعتبر خادم متجول، كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. يسوع الذي من ناصرة الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. هذه نموذج خدمة يسوع، كما قال في مجمع الناصرة: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. طبعا يسوع كان خادم متجول، كان بروح، كان بيذهب للناس وكان بيدعو الناس إلى التوبة وبعلم عن ملكوت السماوات. هو اللي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وهو الذي قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. التعليم هو تفسير النصوص الكتابية والتعمق في المعرفة. المضمون طبعاً اللي كان بيتكلم فيه يسوع هو إنجيل الملكوت. المسيح تكلم وعمل، وهذا ما يميز تعليم يسوع المسيح. لم يتكلم مع شخص إلا وقد أثر في حياته، لم يدخل قرية إلا وقد أحدث بها انقلاباً بل ثورة روحية. طبعاً يسوع المسيح كما قيل عنه هو المعلم الأعظم، لأنه كان يعلم بسلطان، لم يتكلم قط إنسان مثل يسوع المسيح. كان بيدعو الناس إلى هذا الملكوت الجديد. طبعا عدة مرات بنشوف أنه ناس بتشهد عن تعليمه. واحد من مجمع السنهدريم اللي هو نيقوديموس، معلم لليهود، قال عندما جاء للمسيح ليلا، قال: يا معلم، نعلم أنك أتيت من الله معلما، لأنه شاف المعجزات والقوات، أنه مش ممكن أي شخص يعملها، فكان بيثبت طبعا الكلام بالأفعال. وواحد آخر جاء وقال: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أو أي صلاح أفعل؟ كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. انسكبت النعمة على شفتيه، كما تنبأ إشعياء عن المسيح، قال: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعية
بكلمة. تعليم يسوع أظهر سلطانه، أظهر قدرته، وأظهر أيضاً لاهوته. والمسيح قال عن نفسه: كلامي روح وحياة. ألم يقل الكتاب يدعى اسمه عجيباً؟ المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة أيضاً. عنده الحكمة الإلهية والمعرفة الكاملة والذكاء الكامل، وهو الذي قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يسوع كان بيتجول، بيعلم في المجامع، بيكرز ببشارة الملكوت، كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب. وهذا المعلم أثر في نفوس السامعين، انجذبت إليه الجماهير. حتى في أحد الأيام في كفر نحوم كانت الجموع مزدحمة في الشوارع وفي كل مكان، وسمعنا عن قصة المفلوج اللي دلوه 4 أمام يسوع المسيح وشفاء أمام الجميع. واضح أن الناس كانت منجذبة لشخصية المسيح وفعلا تتعجب وتشهد له من كلمات النعمة. سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير. We don't know exactly where the Sermon on the Mount took place. After all, surprisingly for most people, the Holy Land is full of hills and mountains, and what we call a mount might as well have been a hill. But I think the thing that's important to think about when we talk about the Sermon on the Mount is that in the Gospel of Matthew, Matthew is clearly making a parallel between Jesus giving a sermon on a mount and Moses speaking to the people from Mount Sinai. So for the first readers of the Gospels who would hear this story, they would associate what is happening with Moses as the background character and Jesus speaking forth his understanding of the law and the prophets. بحب أواصل أن أعطي خلفية عن تعليم المسيح من المجمع القديم في كفر نحوم. تعليم المسيح كان مؤثر، كان مغير، قوي، فعال، حتى الأطفال ممكن فهمه. تعليم بسيط لكنه عميق جدا، حتى عندما قال: أعلنت للبسطاء للأطفال وأخفيت عن الحكماء. هذا التعليم محتاج أنه فعلا الإنسان يتجدد حتى يفهم تعليم المسيح. يعني كلامه روح وحياة مثل ما قال عن نفسه، وهي كلمة الله أحبائي، كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس. كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تنجح تعمل. يعني دائما كلمة الله لابد إنها تصيب، تعمل، فيها قوة، فيها تأثير، فيها فاعلية. لدرجة إنه الخدام لما رجعوا للفرسيين في الهيكل قالوا: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان، طبعا عن يسوع المسيح. بالنسبة للفرسيين أصبح التعليم بيعتمد على أقوال المعلمين اللي قبلهم أو الرابايز، ودائما يقولون قال الرابي وقال الحكيم. ركزوا على حرف الناموس والتقاليد إلى درجة يسوع هاجمهم وقال: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. فإذا كان المعلم في أيام المسيح بيفتخر إنه تربى عند رجلي مثلا معلم مشهور، فمثلا شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول تربى أو تعلم عند رجلي جملائيل، واحد من المعلمين المشاهير في أورشليم.
فهذا بيعطيه نوع من البرستيج، نوع من الاعتبار، نوع من المكانة الاجتماعية. يعني زي ما تقول الشخص تخرج من جامعة أوكسفورد أو هارفارد أو السوربون، مثل شاول تخرج من جامعة طرسوس، فأيام بولس كانت تعتبر أعظم جامعة. فهذا كان نوع الافتخار بالتعليم. لكن شو المشكلة اللي صار؟ إن هؤلاء المعلمين فقدوا الجاذبية، فقدوا التأثير، فقدوا التواصل الصحيح، بل فقدوا الأحشاء. يعني صار في نوع من الحواجز بينهم وبين الناس، الإحساس كراعي إنه بيهتم بالقطيع وبيهتم بالرعية. الفريسيين هاجموا المسيح. أولاً المسيح مش من أورشليم، عنده اللهجة الجليلية. شيء تاني، ما تعلمش عند أي مدرسة. شو الكفاءات اللي عندك؟ أي مدرسة تعلمتها؟ طبعاً يعني ابتدأت الغيرة والحسد لما شافوا إنه الجموع تنجذب وراء يسوع المسيح. فطبعاً الفريسيين أحسوا بتهديد من يسوع المسيح. على فكرة المسيح يعتبر يعني بارع في فن التواصل. يعني اليوم حتى اللي بيدرسوا الميديا لازم يتعلموا الأسلوب من يسوع المسيح، كيف تعامل مع المرأة السامرية، كيف تعامل مع نيقوديموس، كيف تعامل مع زكا، كيف تعامل مع المتدينين. المسيح كان بيتعامل مع النفسية، مع الإحساس النفسي والاحتياج الجسدي، كان بخاطب الفكر أيضا، وكان بيصل للروح. لكن كان مهم جدا أنه يحرك الضمير، وفي نفس الوقت أنه يجعل الإنسان يتخذ إرادة، يأخذ قرار في حياته. فبارع في التواصل، علم بالأمثال ليعلن حقائق مجيدة، كان حكيم، كان خلاق، كان عميق، كان روحي. استخدم أكثر من 30 مثل ليكشف أسرار الملكوت، ويعطي طبعاً بعد ومعنى روحي عميق. العزة على الجبل هي تعتبر الزبدة، تعتبر قمة تعليم يسوع، قمة الأخلاقيات. طبعاً الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله. مش بس تعليم المسيح كان لتتميم النبوات وجوده في هذه المنطقة، لكن أحبائي كان محرر، كان بيعطي التحرير للإنسان. وعندما ندرس العظة على الجبل راح تشوفوا براعة وقمة هذا التعليم من شخص يسوع المسيح. في الختام دعونا نكون كمريم التي جلست عند قدمي المسيح مستمعة واختارت النصيب الصالح. الرب يبارك. أعزائي المشاهدين، في الختام من مجمع كفر نحوم، هذا المجمع القديم اللي وقف المسيح في نفس المكان وعلم عن خبز الحياة، واللي كان يتجول في شوارع هذه البلدة يعلم تعليم جميل، تعليم مغير مؤثر، وتعليم محرر في نفس الوقت. أنا بدعوكم إنه فعلا ندرس العظة على الجبل، نقرأ من كلمة الله، ورح تشوفوا هذا الكلام فعلا اللي بيحتاج نعمة إلهية وسلطان إلهي وعمل الروح القدس في كياننا، حتى تتجدد أذهاننا، تستنير عقولنا، والرب يفتح عيوننا وقلوبنا حتى نستوعب كلام المسيح. بسيط لكنه عميق، بسيط لكنه مغير، وهذا الكلام هو الذي يؤدي إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية. أنا بصلي إنه الرب يبارككم ونستمر في هذه الدراسة.